طب معلم حمو، على بال ما العروسه تيجي اكون انا لحقت مشوار الطلاق وجيت على طول. ها طلاق مين؟ اقعد فالله ولا فالك، خليك محضر خير. طلاق ايه؟ انا ما قلتلكش مش الصالح وبقوا سمنا على العسل. طب هننزل نستعجلوها من عند الكوافير. هتقعد يالا، ننزل وننزل وتعملي في الروح اللوز وهيمنات المصطفى ارميك بالترسينة. اقعد مكانك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم انا براجع اللي هقوله قدام العروسه. لا ايه ده، لما تيجي العروسه بقول. ها محدش يتحرك من مكانه. الله الله، فيها سعة الباشا، في قروانة عدس، انما ايه تستاهل بقك يا حمو. حمو شفت ادي حنين الباشا بجلالة قادر وعارف اسمه. انت غني عن التعريف يا حمو بيه. ايه ده كده في عوا، ما تفهمني سعادتك ايه العبارة؟ قال يعني انت مش فاهم. علي الطلاق بالتلاتة، من اللي في البيت واللي لسه هتجوزها ما فاهم حاجة. طب استاذن انا حضرة الظابط عشان عندي طلاق الحق. خليك يا فضيلة الشيخ خليك. طب فهمني سعادتك، صاحبة البيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هي في الكوفير مش موجودة. قولي بس انت بتدور على ايه يمكن اساعدك. تمام يا فندم. ها فهمت دلوقتي؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ايه ده ايه ده يا سعادة الباشا؟ اللي بلغك البلاغ ده عايز يعمل بوليكا في الفرع عشان يقلبه غم. افهمنا يا سعادة الباشا، ده بلاغ كايدي. الكلام ده بقى نقوله في النيابة يا حمو. يا باشا دي لعبة ومحبوكة عشان يوقعوا البنت عزة الغلبانة. غلبانة؟ الغلبانه دي بنت سلطان الاباري يا باشا، وربنا ما زيه، دي بنت اغلب من الغل. الله الله الله، طلع لك لسان اهو حنين وبتتكلم والكبار بيتكلموا. لما الكبار يتكلموا الصبيان يسكتوا. ما تاخذنيش سعادتك، صابي من صبيان. هاتوهم. هاتوا مين؟ سعاده الباشا، انا جاي اتجوز واكتب كتابي. اهو يا بختك، وهناك هنكتب الكتاب في الاسم يا حمو. لا ما كتب، كتب سعادتك اهو، دي صورتي ودي صورة عزة. هاتوهم. سعادة الباشا هاتوا مين؟ ده انا عريس. طب بالراحة يا كابتن، وديني النبي ما انا سايبك يا وزة. يا سعادة الباشا عامل ايه؟ عادل بيه اللي يحصل ده غلط سكان. عامل بالراحة، سعادتك طلعت المكان مفيش حتى سكارة فيه. اركب يا حمو بلاش غلبة. لا بس اذنك خد وراك بالعربية. يلا يا حمو اركب يا عم. اركب فين بقول لك؟ انا عايز لله الامر من قبل ومن بعد. اركب يا عم بوشك الفارض تاني. يا حمو حمو. أمه بعد إذنك. حبيب ماما. انت اللي عارف ان هنا وجيتوا ليه؟ هقول لك ما تخافش يا حمو، انا كلمت لك محامي وانا جايه وطمني، قال لي كبرها كفاله والمصحف اتخاف يا اخويا. محامي ده انا اتفضحت فضحت نقطه في السوق يا أمه. لا يا اخويا بعد الشر عليك. بص بقول لك ايه، ما تنطقش بكلمه لغايه المحامي ما يجي لك. هو انا عارف حاجه عشان انطق؟ احسن.